يا عجان المال الشارع عم يدخل لك رقد خلي بعد الولاد رقد كل الشغلة المنطقة هون بفضل الله آمنة وما في أي مشاكل فيها ولا حتى يعني لا مظاهر مسلحة ولا لأي فصيل كان ولا وجود مقرات عسكرية ضمن البلدة نهائيا، فقط هي ناس مدنيين مقيمين في البلدة والطيران الروسي أو الحربي أو التحالف الصليبي، يعني ما بنعرف إيه متى عم بيجي بيضرب ولا ليش عم بيضرب، كلها مناطق يعني مدنية ما فيها أي شيء. فقط يعني امبارح منتصف الليل حوالي الساعة 2 بالليل قام بقصف هون مثل ما نكون شايفين المنازل المهدمة، راح ضحيتها عائلة كاملة مؤلفة من أب وزوجته وفي عنده ابنه وأحفاده، حوالي 5 أشخاص أو 6 أشخاص توفوا يعني لقوا حتفهم نتيجة القصف من الطيران هذه. يعني وشو السبب اللي ضرب على البلدة هي؟ يعني علما أنه هي قلنا في بداية الحديث أنه هي مناطق مدنية ما هي مناطق عسكرية ولا يوجد فيها مقرات لأي فصيل كان. يعني إن شاء الله تكلم Allah'a emanet olun.